السلام عليكم. عاما بعد آخر بدأنا نلاحظ ارتفاعا صاروخيا لقيمة عقود نجوم كرة القدم، والسبب في ذلك يعود أولا إلى دخول مستثمرين جدد يصرفون ببذخ على أنديتهم سعيا لمضاهاة الأندية الكبرى، والسبب الثاني ارتفاع المنافسة بين أكبر الماركات التجارية في العالم، حيث تسعى كل منها لاستغلال شعبية أبرز الفرق ونجوم اللعبة لتسويق منتجاتها. هذا المعطى وفر للأندية الكبرى بالخصوص سيولة مادية مهمة تسمح لها بالتعاقد مع أفضل اللاعبين، لذلك أصبحنا في السنوات الأخيرة كثيرا ما نسمع بتمرد لاعبين بارزين على فرقهم للضغط عليها بغاية قبول العروض المغرية التي يتلقونها. ولتجنب حدوث هذا السيناريو، فإن الكثير من الأندية أصبحت تسعى إلى وضع شروط جزائية في عقد كل لاعب، ويقصد بالشرط الجزائي المبلغ الذي يجب أن يحصل عليه النادي إن أراد اللاعب فسخ عقده لرغبته بالانتقال إلى ناد آخر أو حتى الاعتزال. بعض هذه الشروط قد يبدو مناسباً لقيمة اللاعب السوقية، وبعضها الآخر قد يبدو مبالغاً فيه، وذلك يختلف باختلاف نوايا كل نادي. فهناك من يسعى بذلك للاستفادة من أقصى عائد مادي ممكن في حال رحيل اللاعب قبل انتهاء عقده، وأندية أخرى يكون هدفها الأساسي من تلك العقود هو إغلاق الباب تماماً أمام أي منافس يتربص بأحد نجومها، فتلجأ إلى وضع أرقام خرافية لفسخ العقد. لكن ما محل اللاعب من كل هذا؟ وهل يقوم النادي بذلك من دون استشارته؟ الحقيقة أن الشرط الجزائي يوضع بالاتفاق بين اللاعب والنادي الذي يلعب له، حيث أن اللاعب لا يسمح للنادي بوضع القيمة التي يريد إلا بعد أن يلبي كافة مطالبه المادية والتي تستطيع أندية أخرى تلبيتها له. أما إذا حدث العكس، فإن النادي يكون ملزماً بوضع شرط معقول يناسب قيمة اللاعب الحقيقية. وتعد صفقة انتقال نيمار ب 222 مليون يورو أوضح مفهوم لقيمة فسخ العقد، حيث رفض برشلونة بيع اللاعب لباريس سان جيرمان أو حتى الدخول في مفاوضات، مما اضطر النادي الفرنسي لدفع قيمة الشرط الجزائي والحصول على خدمات اللاعب دون اللجوء إلى التفاوض مع ناديه. وفي هذا الفيديو نستعرض لكم أكبر الشروط الجزائية التي تتجاوز 200 مليون يورو في عقود نجوم كرة القدم، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا توجد شروط جزائية في عقود نجوم الدوري الإنجليزي والعديد من لاعبي الدوري الإيطالي أيضا. سيرجيو راموس 200 مليون يورو. وضع هذا الشرط الجزائي عام 2015 في العقد الحالي لمدافع ريال مدريد، والذي يستمر حتى عام 2020. كازيميرو 200 مليون يورو. لاعب وسط ريال مدريد يعتبر ركيزة أساسية في تشكيلة زيدان، حيث أعطى التوازن الذي افتقده الملكي منذ سنوات، لذلك وضع ريال مدريد في عقده الممتد حتى عام 2021 شرطا جزائيا بلغ 200 مليون يورو. سيرجيو بوسكيتس 200 مليون يورو. وضع برشلونة هذا الشرط الجزائي في العقد الجديد للاعب الوسط الدفاعي عام 2016، وذلك لضمان استمراره مع الفريق الذي نشأ به لأطول فترة ممكنة. جيرارد بيكي مدافع برشلونة بدوره يملك شرطا جزائيا بقيمة 200 مليون يورو. أندريس إنيستا 200 مليون يورو. قائد برشلونة يملك هذا الشرط الجزائي في عقده الذي وقعه عام 2013، حيث كان في قمة مستواه وتلقى عروضا جد مغرية من فرق كبيرة، ومن المقرر أن ينتهي هذا الاتفاق في الصيف المقبل، لكن بالتأكيد فقيمة اللاعب تراجعت كثيرا بفعل تقدمه في السن وتعرضه للإصابة أكثر من مرة مؤخرا. لويس سواريز 200 مليون يورو. مهاجم برشلونة يبدو الشرط الجزائي في عقده معقولا نسبيا. توني كروز 300 مليون يورو. لاعب وسط ريال مدريد وضع ناديه هذا الشرط لغلق الأبواب أمام أي ناد يسعى لضمه. ليونيل ميسي 300 مليون يورو فقط. إدارة برشلونة مطمئنة من بقاء النجم الأرجنتيني، لذلك وضعت هذا الشرط الذي يبدو مناسبا لقيمة النجم الأرجنتيني في سوق الانتقالات. اللاعب أيضا يعد هذا الرقم وسيلته لكي يضغط على النادي لرفع أجره السنوي، حيث لم يوقع بعد عقده الجديد مع برشلونة، خصوصا مع وجود أنباء عن استعداد مانشستر سيتي لدفع هذا المبلغ في حال موافقة اللاعب. لوكا مودريتش 500 مليون يورو. ريال مدريد وضع هذا الشرط بعد ضم اللاعب من توتنهام عام 2012. خاميس رودريغيز 500 مليون يورو. ريال مدريد وضع هذا الشرط الكبير في عقد اللاعب
لضمان استمراره مع النادي لفترة طويلة، لكن فقدان اللاعب الكولومبي لرسميته في الفريق دفعته لطلب المغادرة لتتم إعارته إلى بايرن ميونخ. جاريث بيل 500 مليون يورو. بعد أن كثرت الأنباء عن رغبة مانشستر يونايتد لضم لاعب ريال مدريد في السنوات الأخيرة، لجأ الملكي لوضع هذا الشرط الكبير في عقد نجمه عام 2016 لضمان التحكم في مصير اللاعب. كريم بنزيما يتقاسم القمة مع رونالدو بنفس قيمة فسخ العقد 1 مليار يورو. في السنوات الماضية أبدت العديد من الأندية الإنجليزية رغبتها في ضم المهاجم الفرنسي، لذلك سعى ريال مدريد لغلق الأبواب أمامها فوضع 1 مليار يورو كشرط جزائي في العقد الجديد للاعب. كريستيانو رونالدو 1 مليار يورو. هذا الشرط وضع في العقد الجديد لرونالدو مع ريال مدريد عام 2016 والذي يستمر حتى عام 2021، وبالتأكيد فالهدف من هذا المبلغ الخرافي كان إبعاد الأندية المتربصة بالنجم البرتغالي لكي يحافظ على تركيزه مع ناديه. كانت هذه القائمة بأغلى الشروط الجزائية في عقود نجوم كرة القدم، لابد وأنكم لاحظتم سيطرة نجوم ريال مدريد عليها، والسبب ببساطة هو قدرة النادي على تلبية مطالب نجومه المادية، لذلك يمكنه إقناعهم بوضع الشرط الجزائي الذي يرغب به. تبقى الإشارة فقط إلى أن نيمار قد يكون اجتاز رونالدو وبنزيما، لأنه من المؤكد أن سان جيرمان وضع شرطا جزائيا ضخما في عقد اللاعب ربما يفوق 1 مليار يورو.